اسلم. في الشركات اللي موجوده هذه يمكن تقريبا من ابرز الميزه اللي للشركات. نجي هالحين الانواع الشركات اللي 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 في النظام. انواع الشركات حتى في النظام السعودي اللي في 2015 في عام 37 قال اي شركه تشوفها غير الشركات اللي انا اقول لك اياها ما هي بشركه نظاميه. ما هي بشركه نظاميه. في خمس شركات. اعطوني كذا اي شركه تطرى على بالكم، مو باسم شركه، نوع شركه. نوع ما هو سلسله مطاعم. لا 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 تمويل مصانع. لا 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 نوع الشركه يعني ايش عندها مطاعم حلا سيارات لا طيارات سيارات. طيب خلينا نرجع شوي ورا بس باصات. لا لا نرجع شوي عشان تصير شركه باصات شركه صناعيه او شركه. طيب عشان تصير شركه باصات نقل لازم تلبس غطاء الشركه النظاميه. يعني شركه نظاميه لها خمس انواع، تبي تحطها شركه مطاعم، شركه حلا، شركه جوالات، شركه ملبوسات، اللي تبي بكيفك. لكن في نوع قبل لا تحط تسمي المسمى، هذا اللي انت تسميها الان هو النشاط، نشاط الشركه. انت بالنوع قبل نشاط الشركه في نوع الشركه. طيب خلونا ناخذها. يا سلام عليك. شركه ذات مسؤوليه محدوده قابضه، شركه قابضه. انت دخلتنا في العميق بس بنجي الشركه القابضه. وشي شركه عبد الله مثلا؟ شركتي شركه عبد الله. كفو 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 والله. او شركه شركه استثمار. شركه استثمار هذا النشاط اللي قال اخوي عبد الله مثلا شركه ذات مسؤوليه محدوده. ما تلقون مثلا شركه كذا كذا المحدوده ذال ميم ميم الا صح ذال ميم، هذه اسمها ذات مسؤوليه محدوده. تجزئه، التجزئه النشاط. ذات مسؤوليه محدوده لها تقريبا عده شروط عشان تخليها ذات مسؤوليه محدوده. اول شيء لازم عدد المساهمين او عدد الشركاء فيها ما يزيد عن 50 شريك. عندك من اي من شريك واحد الى 50 شريك، فوق 50 شريك لا، لازم تصير شركة ثانية، ما تصير شركة ذات مسؤولية محدودة. شركة ذات مسؤولية محدودة مثل اللي احنا قلنا لكم في الالتزامات المالية. الالتزامات المالية ما تؤول إلى ذمم الشركاء. يعني مثلا أنا وعلي كوننا شركة ذات مسؤولية محدودة. أيوه. زين؟ حلو. ودخلنا مشاريع وجبنا مشاريع وصارت في مدونيات على الشركة. ما أحد يقدر يرجع علي أنا وعلي، يرجعون على شركتنا بس. طيب إذا ما قدروا ياخذون حق من الشركة. يجون عاد بعدين تيجي فيه الأوامر التنفيذ وتيجي هل الشركة أعلنت التصفي في وقتها ما أعلنت التصفي في وقتها. أعلنوا فلاس حتى وأعلنوا الفلاس أو التنظيم المالي. هذه من الأشياء اللي في حقوق ناس. طيب برا وشكوا الشركة يشتكون الشركة. هو شوف الشركات أحيانا لابد أن يصير فيها إجراءات. إحنا نتكلم هالحين عن نوع الشركة. في إشكاليات طارئة ذي هذه موضوعها مستقل تماما. هذه اسمها كيف تأخذ حقوقك من الشركات. عشان كذا من اللي قال هذه ميزة الشركة اللي قبل شوي في الذمم المالية. هذه من الاشياء اللي حفظها النظام للشركات. ليش طيب ليش النظام سوى زي كذا؟ ليش؟ لان التجاره يبي لها مغامره. صح. لو كل واحد صار كل يبغى واحد خاف. يبغى 100% ما خسر ما حد دخل التجاره ابدا. صح. صارت هذه من الاشياء والانماط اللي لابد ان تكون شركات ذات مسؤوليه محدوده. طيب سؤال، متى اقدر اخذ حقي من الشريك مو من الشركه؟ من الشريك وحتى هي شركه ذات مسؤوليه محدوده. اذا شلون